طيب اليوم في صباح العربية، احتفلنا بيوم الموسيقى على طريقتنا، وفي النهاية كان لابد أن نستضيف أحد أصدقاء البرنامج، الفنان وعازف الكمان العالمي محمد حمامي. محمد، يعني أكيد بالتأكيد هناك ما يعبر أكثر بالموسيقى، ولذلك قبل حتى أن نستمع للكلمة الأخيرة بالموسيقى منك، يعني خلني أسألك بأنه اليوم هل العازف يا محمد الفنان مقدر في عالمنا العربي بيوم الموسيقى العالمي أم أنه تعانون صعوبات كثيرة؟ صباح الخير أول شيء، وشكرا لاستضافتي معكم باليوم الموسيقى العالمي. سؤال كثير وجيه، نحن يمكن بالعالم العربي الفنان مش مقدر تماما مثل ما هو بالعالم الغربي، لذلك اليوم العالمي الموسيقى وجد من قبل العالم الغربي وانتقل إلينا بالعالم الشرقي، بس يعني نحن في تطور بتقديم موسيقى أفضل، وهي مسؤولية علينا كلياتنا كان إعلاميين ولا كان موسيقيين. يعني كما الأب مظلوم في عيد الأب، كذا الأب يكرم اليوم في عيد الأب. يعني طيب خلينا قبل ما نسمع منك، هذه الآلة ماذا تقدم بشكل مختلف عن بقية الآلات؟ آلة الكمان يمكن قريبة من الروح، قريبة من الصوت البشري، فيها إحساس عالي، فيها تقنية عالية كمان، ممكن تقدم أكثر من نوع من الموسيقى. طيب خلينا نسمع. بكينا الوتر وأعطينا الشجن وخلينا نسمع منك ماذا يمكن أن يكون اليوم في يوم الموسيقى وعيد الموسيقى، ماذا ستقول لنا عبر كمانك؟ تفضل يا محمد. رح أقدمكم موسيقى أول شيء من تأليفي اسمها لسبب ما، بعدين رح أنتقل أعزف مقطوعات من مقام العجم من الموسيقى العربية الكلاسيكية من عبد الوهاب وليلى وورد الجزائري. أنت ملك الدقائق القادمة. محمد شكرا جزيلا.